ما شاهدتموه الآن لم يكن مهرجاناً سنوياً أو فيستيفال، بل هي طقوس لأحد أخطر أنواع السحر في العالم، والذي يستطيع أن يسبب أذىً كبير جداً للإنسان ويقضي عليه في ثوان معدودة، وذلك فقط عن طريق دمية صغيرة الحجم. فما هو هذا السحر يا ترى، وكيف تتم طقوسه الغريبة والغامضة؟ كذلك ما هي أعراضه، وماذا يحصل للشخص الذي يصاب بهذا النوع من أنواع السحر؟ إذا كنت مهتم شاهد الفيديو حتى النهاية. وكذلك أيها العظماء، إذا كانت هذه هي أول مرة تشاهدونني، فأنا أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى مملكتنا مملكة العظماء. وأيضا إذا أعجبكم المحتوى الذي أقدم، فلا تنسوا عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. لنتوكل على الله. الفودو يعتبر أخطر أنواع السحر الموجودة في العالم، وقبل أن يكون سحر هو مذهب ديني متأصل في غرب أفريقيا ويؤمن به العديد من الناس حول العالم، وعقيدته الوحيدة هي ممارسة السحر الأسود وطقوسه الغامضة. يعتقد المؤرخون أن مذهب الفودو قديم جدا وهو موجود على الأرض منذ بداية الإنسان، لكن هنالك رواية أخرى تقول بأن هذا المذهب الديني الذي يعتمد بصفة رئيسية على السحر الأسود، من أسباب خروجه وظهوره هو الاحتلال الأوروبي لأفريقيا الذي عذب وشتت الأفارقة ومزق جميع عقائدهم الدينية، وأيضا جعل منهم عبيدا يتاجر بهم في جميع أنحاء العالم. فتحولت القبائل الأفريقية من جماعات متحدة فيما بينها إلى أفراد يسهل السيطرة عليهم، ومع الوقت وعاما بعد عام تلاشت جميع معتقداتهم الدينية. هنا اجتمع الأفارقة ليجدوا حلا لهذا، ويطوروا ويعدلوا من شعائرهم الدينية هذه، فمزجوا جميع شعائرهم الدينية وطوائفهم القديمة المختلفة، والنتيجة كانت هي ديانة الفودو. وكلمة فودو هذه مشتقة من كلمة فودون، والتي تعني الأرواح. ومع انتشار تجارة العبيد آنذاك، انتشر هذا المذهب الجديد في العديد من دول العالم، حتى أنه وصل إلى الأمريكيتين. ومع مرور الوقت بدأ يختفي شيئا فشيئا من أفريقيا، وذلك بسبب انتشار الإسلام هناك. واستقر هذا المذهب الديني الغريب في الكاريبي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه اشتهر في كل العالم بأنه نوع من أنواع السحر الخطير، بحيث يقوم أصحابه والتابعين له بالاستعانة بالجن والشياطين لخدمتهم. مع العلم أن أتباع الفودو الأوائل لم يكونوا سحرة قط، ولم يجعلوا من السحر طقسا من طقوسهم في البداية، لكن ومع مرور الأعوام والسنين بدأ أتباع هذا الدين الغريب يتعلمون السحر ويمارسونه، بل وأصبح أهم طقس من طقوسهم. أيضا من الطقوس الغريبة التي يقوم بها أتباع ديانة الفودو طقس غريب جدا يسمى برقصة الشيطان، بحيث يقرؤون بعض التعاويذ والطلاسيم على دمية ويرشونها بالماء، ثم بعد ذلك يأتي شخصا وهو يمسك ديكا في يده ويضعه مع الدمية، بعدها يتم تغطيتهما بصندوق مصنوع من القش، وفجأة يبدأ ذاك الصندوق بالتحرك والرقص بشكل سريع جدا، مع العلم أنه لا يوجد أي أحد بداخله، والعملية كلها تتم على مرأى من الناس والمشاهدين. وحسب أقوالهم أن ما يحرك ذاك الصندوق هي أرواح أجدادهم وأسلافهم الذين يقومون باستدعائهم والتقرب منهم بتلك الطقوس الغريبة والغامضة، وهي الأخرى تمنحهم القوة والطاقة والحكمة والحظ. الدمية المستخدمة في هذه الطقوس الغريبة تسمى بدمية الفودو، ولها استخدامات كثيرة وعديدة، وهي من الأسلحة الفتاكة المستخدمة في سحرهم الأسود. فمثلا يحضرون دمية الفودو هذه ويضعون عليها شيئا خاصا من الشخص الذي يريدون التأثير عليه، يا إما شعره أو قطرات من دمه أو أظافره أو أي شيء يتعلق بهذا الشخص. بعدها يبدأون بترديد بعض طلاسيمهم وتعاويذهم الغامضة، وذاك مع
اليقين والإيمان التام بما يفعلونه، ثم يحضرون دبابيس طويلة ويبدأون بوخزها في الدمية التي أصبحت تمثل الهدف المقصود أو الضحية. فمثلا إذا قاموا بوخز هذه الإبر أو الدبابيس في ذراع الدمية، فالشخص المستهدف سوف يشعر بألم شديد في نفس الذراع، وقد يصل به الأمر إلى الشلل. ويقول أتباع ومنفذو هذا السحر أنهم يستطيعون التحكم في أفعال وتصرفات الشخص المستهدف وتعذيبه بالطريقة التي يريدونها، وقد يصل الأمر إلى أبعد نقطة وهي الموت. وكل هذا باستخدام دمية وبعض الدبابيس. أما مسألة القتل فكل ما عليك فعله هو دفن تلك الدمية تحت التراب أو حرقها بالنار، وذلك كما يزعم أتباع الفودو بترديد بعض الطلاسيم والتعاويذ الغريبة. كما أن ممارسي هذا النوع الخطير من السحر يقولون بأنهم لا يستخدمونه فقط من أجل التعذيب والانتقام، وإنما له استعمالات أخرى في أغراض الخير، مثلا كتسهيل عملية الولادة لدى النساء الحوامل، ومنح الذرية والنسل للعائلات العقيمة، والشفاء من الأمراض ورد البصر، وجلب الرزق والحظ، والكثير من الأشياء الأخرى التي يزعمون بأن أرواح أجدادهم يمنحونها لهم عن طريق ممارسة الفودو. لكن يبقى أخطر نوع من أنواع السحر الممارس من قبل أتباع الفودو هو سحر الزومبي أو الأموات الأحياء. وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا السحر، أعتذر من كل ذي قلب هش على الكلام القاسي الذي سوف أقول. هذا السحر هو كالتالي: بعد موت شخص ما ودفنه، يتم نبش قبره واستخراج جثته، ثم بعد ذلك يمارس عليها نوع من أنواع الطقوس الغريبة والغامضة، ويعاد صاحبها إلى الحياة حسب اعتقادهم، لكنه يكون مسلوب الإرادة تماما ومغيب الذاكرة، وفقط يأتمر بأمر سيده ويطيعه طاعة عمياء. وكلما كانت هذه الجثة المستخدمة في السحر قديمة في الدفن، كلما كان الجسد أكثر تحللا وتفوح منه رائحة العفن، ورغم ذلك تراه يتحرك تماما كما نشاهد في أفلام الزومبي. لكن ما نؤمن به نحن كمسلمين أنه لا أحد أبدا يستطيع إحياء الموتى ما عدا الله عز وجل، لذلك أجريت العديد من البحوث بخصوص هذا الأمر من قبل العديد من العلماء، ومن بينهم شخص يدعى ويد دافيز، الذي خرج لنا بنظرية وقال فيها أنه ربما أولئك الموتى لم يموتوا أصلا، وكل ما في الأمر أنهم ربما تعرضوا لتعويذة قذرة من قبل أحد سحرة الفودو، والتي جعلتهم يبدون وكأنهم ميتين، خصوصا وأن السحرة وأثناء ممارسة طقوسهم هذه يقدمون للضحية جرعات ليشربونها، والتي في الغالب تكون تحتوي على جرعات شديدة السمية التي تستخلص من النباتات والأعشاب السامة، بحيث تدمر الجهاز العصبي وتجعل الضحية يدخل في غيبوبة عميقة، ثم بعد ذلك يدفن على أساس أنه قد مات، وبعد أيام يتم نبش قبره واستخراجه، والسحرة يدعون أنهم يعيدون هؤلاء الناس إلى حياتهم بعدما أن ماتوا. والأكثر غرابة من ذلك أنهم يمتلكون أسواق ومتاجر مخصصة لبيع مستلزمات السحر الأسود، كجماجم القردة والتماسيح وضفادع وأفاعي مجففة والعديد من الأشياء الغريبة الأخرى، وكل هذا بشكل علني، والناس يشترون منهم بشكل عادي وكأنهم يشترون الخضروات لإعداد وجبة الغداء. قد تتساءل وتقول: بما أن هذا السحر مضر، فلماذا حكومات مثل هذه الدول لا تقوم بمنعه؟ ولكن يجب أن تعرف بأن حكومة هايتي والبنين وباقي الدول المنتشرة فيهم الفودو يعتبرونه دينا رسميا لهم تماما كباقي الديانات الأخرى، ويحق لأي شخص أن يتبعه ويمارس طقوسه بشكل علني، وذاك بدون أي خطر أو حذر، بل حتى أنه في بعض حفلات إحياء طقوس الفودو تكون الشرطة حاضرة بنفسها، وذلك للحرص على سلامة الناس وهم يمارسون طقوس الفودو. وحسب الإحصائيات فهنالك أكثر من 60 مليون شخص حول العالم يعتنقون ديانة الفودو، وأغلبيتهم يتواجدون في هايتي والبنين وجمهورية الدومينيكان. أما صلاتهم الوحيدة للتواصل مع آلهتهم فهي الموسيقى والرقص، لذلك تراهم دائما يقومون بحفلات صاخبة ويرقصون فيها بجنون وبشكل هستيري، وذلك بهدف الانفصال عن العالم المادي
الحي والوصول إلى عالم الروحانيات والتواصل مع الموتى وأرواح أجدادهم، وتتجسد الشياطين أجسامهم. أما بالنسبة لرأي الدين والإسلام خصوصا في سحر الفودو فهو مرفوض رفضا قاطعا، لأنه يعتبر نوع من أنواع السحر، والسحر محرم في الإسلام وفي باقي الديانات السماوية الأخرى. ومهما بدا لنا هذا الأمر مرعب وخطير فيبقى الساحر ضعيف جدا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إلى هنا يا عظماء نصل إلى نهاية الحلقة، فلا تنسوا أن تشاركوا معي آراءكم أسفل في التعليق. كذلك إذا أعجبكم المحتوى الذي أقدم فلا تنسوا عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.